أيها الإخوة الكرام، أجمل دمعة تمر في حياة الإنسان تلك الدمعة التي تسقط على وجنتيه وهو يستشعر عظمة الخالق وعظم الذنب الذي اقترفه. إنها دمعة حارة خرجت من قلب خاشع خاضع لله. قال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذه الدمعة تفاعلت مع قلب هذا الإنسان التائب العائد إلى الله فأكثر من الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أيها الإخوة الكرام، هل تصدق أن خالق الأرض والسماوات يفرح إذا تبت إليه؟ لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. هل تصدق أن أعرابياً يقطع الصحارى على ناقة جلس ليستريح فافتقد الناقة فأيقن بالهلاك ثم أفاق فرآها أمامه فاختل توازنه، قال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته. أيها الإخوة، هؤلاء المسلمون، هؤلاء العرب المسلمون كانوا أصحاب رسالة، نقلوا هذا الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربه. ندعوكم إلى التوبة الآن، لكن هناك مهمات تفوق التوبة. التوبة يعني المرحلة الأولى، لكن بعد التوبة هناك رسالة ينبغي أن تحقق. فأعيدوا أيها الإخوة مجد أمتكم بحمل هذه الرسالة السماوية بعد تفهمها والعمل بها، احملوها إلى الأمم والشعوب. فقد كانت دمشق عاصمة الدولة التي امتدت من الصين شرقاً إلى إسبانيا غرباً، تنشر تعاليم الإسلام المستندة إلى التسامح والعدل والإخاء والمساواة. دولة مترامية الأطراف من الصين شرقاً إلى إسبانيا غرباً، عاصمتها دمشق، تنشر تعاليم الإسلام المستندة إلى التسامح والعدل والإخاء والمساواة. أين نحن من ماضينا أيها الإخوة؟ ألا نشتهي أن نعيد مجد ماضينا؟ ألا نشتهي أن نكون أمة في طليعة الأمم؟ هؤلاء الذين كانوا رعاة للغنم فأصبحوا بهذا الدين العظيم قادة للأمم. ليكن كل منكم سفير الإسلام، ليكن كل منكم مطبقاً لشرع الله عز وجل، داعياً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نحن في أمس الحاجة إلى دعوة واعية ودعوة صادقة ودعوة مخلصة ودعوة علمية ودعوة روحية. هناك أمراض كثيرة، وهناك جوائح كثيرة، وهناك فقر مدقع، وهناك مجاعات، وهناك اجتياح أراضي. المصائب واقعة، ولكن العبرة في فهمها على الوجه الصحيح الذي أراده الله عز وجل. أوضح مثل يوضح معنى المصيبة أن هذه السيارة التي صنعت لتسير، لماذا فيها مكابح؟ هذه المكابح ضرورية جداً لسلامتها. فمن أجل أن نبلغ الغاية التي أرادها الله قد نقصر، وقد نسهو، وقد نغفل، وقد نلهو، فتأتي هذه المصائب كمذكرات. أيها الإخوة الكرام، هناك قاعدة أصولية تفيدنا جداً. تقول هذه القاعدة: لا عبرة بدلالة الحال أمام التصريح. يعني دخلت إلى بيت صديق لك، رأيت في غرفة الضيوف إبريقاً من الماء الصافي العذب الزلال، استنبطت من رؤيته أنه ماء للشرب، ماء طاهر لا لون له ولا طعم له ولا رائحة. فجاء صاحب البيت
وقال إياك أن تشرب من هذا الإناء فهو ماء نجس. لقد كانت يد ابني ملوثة فوضعها في إبريق الماء. كل استنباطاتك الخاصة المصائب، ومن الممكن أن تكون سليماً معافاً غنياً قوياً جميلاً ولست عند الله بمكان. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. أيها الإخوة، حينما أقول في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قد يقول قائل والله أعرف نفسي مستقيماً استقامة نادرة ومع ذلك تأتيني المصائب. مبدئياً ما كل ذنب ظاهر، هناك ذنب باطن. يعني هؤلاء أصحاب النبي رضوان الله عليهم، هم مع النبي وهم في الجهاد ومعهم سيد الخلق وحبيب الحق، حينما قالوا في أنفسهم لن نغلب من قلة، نحن أقوياء، نحن كثر، هذا ذنب باطن ليس ذنباً ظاهراً. ما عصوا ربهم بجوارحهم، ولكن قلوبهم حدثتهم أنهم أقوياء وأنهم كثر. قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يا أيها الإخوة الكرام، ولو وجدت نفسك مستقيماً على أمر الله فيما تعلم، ولو وجدت أخاك مستقيماً على أمر الله فيما يعلم، يجب أن تعلم أن هناك ذنوباً باطنة قد تكون أخطر من الظاهرة، لأن الذنب الظاهر يسهل أن تعرفه وأن تستغفر الله منه، ولكن الذنب الباطن خطير جداً، إنك تألفه وإنك تعتقد بصوابه. لذلك الكبائر الباطنة أشد فتكاً في إيمان المؤمن من الكبائر الظاهرة. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه الخطبة من أجل أن تعرف حقيقة المصيبة. المصائب كالمكابح في المركبة، لا بد منها. هل تستطيع أن تسير بمركبتك متراً واحداً بلا مكباح؟ هلاك محقق. وكذلك المصائب، مع أن الله خلقك للسعادة إلا من رحم ربك ولذلك خلقه، خلقك لتسعد في الدنيا والآخرة، ولكن هذه المصائب مذكرة تكبح جماح النفس، تلفت نظر الإنسان، يعني درس عملي. هناك درس نظري، وقد بينت لكم من قبل أن الله سبحانه وتعالى لحكمته البالغة ورحمته السابغة يبدأ بالدعوة البيانية. الدعوة البيانية يسمعك حديثاً، يسمعك آية، يسمعك خطبة، تقرأ كتاباً، تستمع إلى شريط، تستمع إلى محاضرة، دعوة بيانية وأنت معافى صحيح. فإن لم تستجب فلا بد من التأديب التربوي، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فإن لم تستجب خضعت لمرحلة ثالثة، الإكرام الاستدراجي، فإن لم تشكر لم يبق إلا القصم. أربع مراحل موضحة في كتاب الله في آيات كثيرة، بدءاً من الهدى البياني، مروراً بالتأديب التربوي، ثم بالإكرام الاستدراجي، ثم بالقصم. أيها الإخوة الأحباب، ما كل مذنب يعاقب في الدنيا، وما كل محسن يكافأ في الدنيا، فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء، الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشريف. لكن الله جلت حكمته يعاقب بعض المذنبين في الدنيا ردعاً لبقية المذنبين، ويكافئ بعض المحسنين في الدنيا تشجيعاً لبقية المحسنين، ولكن الفوز الحقيقي، النجاح الحقيقي، التفوق الحقيقي، الكسب الحقيقي
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قد تجد في بعض البلاد ما يدهش من غنى ومن أناقة ومن نظام ومن وحدث ما شئت، ولكن الله أجل وأكرم من أن يكون عطاؤه محدوداً في الدنيا. هذا ليس عطاء خالق الأكوان، عطاء الله أبدي سرمدي. فلذلك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. معنى آخر أيها الإخوة هو أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحبابه. هذا قول للإمام الشافعي استنبطه من آية محكمة، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. جيد، أجابهم الله عز وجل قل فلم يعذبكم بذنوبكم، يعذبكم الباء باء السبب، بسبب ذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. وإذا قال المسلمون نحن أمة محمد، نحن خير أمة أخرجت للناس، نحن تكلموا عن أنفسكم ما شئتم، الرد الإلهي قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فلو أن الله قبل دعواهم، لو أن الله قبل دعواهم لما عذبهم أبدا، لو أنه علم حالهم كقالهم لما عذبهم. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استنبط من هذه الآية إن الله لا يعذب أحبابه. طبعاً هناك آية أوضح من ذلك، يقول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. حياة النبي بين أصحابه انتهت، ارتقى إلى الرفيق الأعلى. كيف نفهم الآية بعد غياب النبي عنا؟ قال العلماء ما دامت سنة النبي مطبقة في حياتهم، ما داموا في تجارتهم وفي أعمالهم ووظائفهم ومهنهم وفي بيوتهم وفي أفراحهم وفي أتراحهم وفي سفرهم وفي حلهم وفي ترحالهم وفي سلمهم وفي حربهم وفي أوقات مرحهم وفي أوقات لهوهم وفي أوقات مصائبهم مطبقون سنتك يا محمد، فما كان الله ليعذبهم. يعني نحن في بحبوحة ما دمنا نطبق منهج النبي التفصيلي، لأن الله جاء بالقرآن الكريم بمعان كلية وأوكل أمر تبيان تفاصيلها للنبي عليه الصلاة والسلام، وأمرنا أن نأخذ ما آتانا وأن ننتهي عما عنه نهانا. لذلك قال بعض العلماء ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة. وقد أمرنا ربنا أن نأخذ عن النبي وأن ننتهي عما عنه نهانا، فكيف نطبق هذا الأمر إن لم نعرف ماذا أمرنا وماذا عنه نهانا؟ إذن معرفة سنة النبي القولية فرض عين على كل مسلم. وإذا قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هو أسوتكم وقدوتكم ومثلكم الأعلى، كيف يكون أسوتنا ومثلنا إن لم نعرف ماذا فعل في بيته، وكيف عامل زوجاته، وكيف عامل جيرانه، وكيف عامل أصحابه، وكيف كان في سلمه وفي حربه، وكيف كانت أخلاق دعوته وأخلاق جهاده؟ إذن معرفة سيرة النبي فرض عين. كل أمر في القرآن الكريم ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك يقتضي الوجوب. يؤكد هذه المعاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذاً وراءه وقال يا معاذ ما حق الله على عباده؟ قال الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة ثم أجابه النبي عليه الصلاة والسلام فقال حق الله على عباده
أن يعبدوه. وحينما فسرت قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، القلب السليم الذي برئ من شهوة لا ترضي الله، وبرئ من عبادة غير الله، وبرئ من تصديق خبر يناقض وحي الله، وبرئ من الحب مع الله، بل ينبغي أن يحب في الله. هذا هو القلب السليم. فقال له يا معاذ حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا. ثم سأله ثانية يا معاذ ما حق العباد على الله؟ لكرم الله وعظمته ورحمته وحكمته أنشأ لنا حقا عليه، أنشأ لنا حقا عليه، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال ألا يعذبهم. ألا يكفينا هذا الحديث الصحيح؟ ألا يملأ قلبنا طمأنينة وأمناً وسلاماً ورضاً وثقة بالله عز وجل؟ حق العباد على الله إذا هم عبدوه ألا يعذبهم. من منا يحب العذاب؟ من منا يحب مرضاً عضالاً؟ من منا يحب فقراً مدقعاً؟ من منا يحب ذلاً مهيناً؟ من منا يحب قهراً من إنسان يأكل ويشرب مثلنا؟ من؟ ما من إنسان على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا ويتمنى السلامة. ولهذين الكتلتين منهج واضح في الإسلام. لذلك قال تعالى وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. المعنى المخالف أنك لو اتبعت هواك وفق منهج الله لا شيء عليك. ليس في الإسلام حرمان، في الإسلام تنظيم. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. إن هذه الشهوات أودعها الله فينا لحكمة بالغة، ولولا هذه الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات. كيف تتقرب إلى الله من دون شهوة؟ ما قيمة إنفاق الألف ليرة إن كان المال لا تشتهيه؟ ما قيمة غض البصر إن كانت المرأة لا تشتهيها؟ ما قيمة ضبط اللسان إن كان إفشاء الفضائح لا تشتهيها؟ يا أيها الإخوة الكرام، الشهوات دوافع إلى الله، إنها كالوقود السائل في المركبة. إذا وضعت في مستودعاتها المحكمة وسالت في الأنابيب المحكمة وانفجرت في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ولدت حركة نافعة. أما إذا خرجت الشهوات عن مسارها وجاءت المركبة شرارة أحرقت المركبة ومن فيها. فالشهوات إما أن تكون قوى دافعة إلى الله وإما أن تكون قوى مدمرة، إنها حيادية. ولأن الإنسان مخير كل شهواته التي أودعها الله فيه حيادية، يمكن أن توظف في الخير ويمكن أن توظف في الشر. بل إن كل حظوظ الإنسان التي منحه إياها حيادية. هل المال نعمة؟ نقول لا. هل هو نقمة؟ نقول لا. المال مادة موقوفة على طريقة استخدامه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذه مقولته. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. الرد الإلهي كلا، أداة ردع ونفي. كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. هي الحقيقة. فالمال نعمة إذا أنفق في الحق، ونقمة إذا أنفق في الباطل. طلاقة اللسان نعمة إذا شرح به الحق، ونقمة إذا شرح به الباطل. وسامة الإنسان نعمة إذا كان يعني عوناً على خدمة الخلق، ونقمة إذا كان سبباً في الغواية والفساد. أي حظ أعطاك الله إياه هو نعمة إذا وظفته بالحق، ونقمة إذا وظفته بالباطل. فيا أيها الإخوة الكرام، القصم والردع. أما المؤمنون
دققوا في هذه الآية: ولنبلونكم أيها المؤمنون بشيء من الخوف، شيء معتدل، والجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أيها الإخوة، هذه مصائب الدفع. الفجار، الملحدون، الكفار، مصائب قصم. من كان فيه بقية خير يعطى فرصة، مصائب ردع. من كان مستقيماً على أمر الله لكن الله أراد أن يدفعه إليه بسرعة أعلى، مصائب دفع. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لكن الله عز وجل لكل عبد من عباده المؤمنين مرتبة، إما أن يصل إليها بأعماله الصالحة، فإذا قصر بأعماله الصالحة ابتلاه الله بمصيبة كي يصبر عليها فيرقى إلى هذه المرتبة. صار في مصائب قصم، ومصائب ردع، ومصائب دفع، ومصائب رفع. لك عند الله مرتبة. لم تعمل عملاً صالحاً كي تبلغها، فساق الله بعض المصائب كي تصبر عليها فتبلغها. هذه مصائب الرفع. أما مصائب الكشف فهي مصائب الأنبياء، ينطوون على كمال ما بعده كمال، وعلى خلق ما بعده خلق، وعلى محبة لأعدائهم ما بعدها من محبة، فيكشف الله حقيقتهم. يذهب إلى الطائف عليه الصلاة والسلام ويمشي 80 كيلومتر في جبال وعرة، ثم يكذبه أهل الطائف ويسخرون منه ويغرون صبيانهم بإيذائه، فيأتيه جبريل ومعه ملك الجبال، يقول: يا محمد لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. هذه مصائب الكشف، يعني سيعطيهم الله عطاء لا حدود له. لا بد من عمل في الدنيا يتناسب مع هذا العطاء. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الحقائق المتعلقة بالمصائب. فلا بد من أن يفهم المؤمن حقيقة المصيبة. لذلك حينما تفهم حكمة المنع ينقلب المنع عين العطاء. حينما تفهم على الله حكمة المنع ينقلب المنع عين العطاء. وهذه حقيقة مسلم بها. لذلك من الأدعية المأسورة: اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله عونا لنا فيما تحب، وما زويت عنا ما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. على الحالتين رابح. إن أعطاك الله ما تشتهي ينبغي أن توظفه في الحق، وإن حرامك شيئا تشتهيه ينبغي أن تستغل فراغه في طاعة الله. إن كنت موحدا لا تخشى إلا الله. إن كنت موحدا حقيقة، إذا قرأت قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وتسليما وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون. التوحيد، التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن يد الله فوق أيديهم، أن ترى أن يد الله تعمل في الخفاء، أن ترى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أن تعتقد أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق، أن ترى أن الله ما كان ليذر المؤمنين على ما نحن عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. ما هذا التداخل؟ ما هذه الضبابية؟ ما هذا التقييم المائع؟ كل من دخل المسجد حسب مسلما، ولكن دقق في حياته اليومية. ألم أقل لكم من قبل
لو دققت في حياة المسلمين وجدتهم عملياً لا يؤمنون بالآخرة، يعملون عملاً لا ينبئ أنهم يخافون الآخرة، يأكلون أموال بعضهم بعضاً، يعتدون على أعراض بعضهم بعضاً، يأخذون ما ليس لهم، يتجاوزون حدودهم. جدد إيمانك بالله، جدد إيمانك بالله. إياك أن ترى أن مع الله أحداً، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ليس مع الله قوي، القوي هو الله. ليس مع الله ذكي، الله عز وجل وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، على ما عندهم من حرص ومن احتياطات تفوق حد الخيال. يؤتى الحذر من مأمنه، لا ينفع حذر من قدر، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. أيها الإخوة الكرام، يجب أن نوحد، يجب أن نعقل آيات التوحيد، يجب أن لا نرى مع الله أحدا، يجب أن نرى أن يد الله فوق أيديهم، لأن هذا الإله العظيم لا يعقل أن يقول لك عبدني وأمرك بيد غيري، أمرك بيد قوي لا يرحمك، أمرك بيد حاقد لا يحبك، أمرك بيد جهة تحب أن تسحقك، إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله لله، بيده مقاليد السماوات والأرض. إياك أن تنساق مع الإعلام الغربي، إياك أن تخاف مما سوى الله، إياك أن تعتقد أن الله خلق الخلق وترك ضعيفهم لقويهم وفقيرهم لغنيهم. إياك أن ترى أن الله خلاقاً وليس فعالاً. ينبغي أن تعلم أن الله في السماء إله وفي الأرض إله، إليه يرجع الأمر كله. لو أن ورقة سقطت إنه يعلمها، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نحن الآن في أمس الحاجة إلى التوحيد. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، هذا النوع من الشرك ولا إلى غير رجعة. أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي، أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله. الشرك أخفى من دليل النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور، أن تحب جائراً، أن تحب عدواً، أن تعظم كافراً. من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئاً. أو أن تغضب على عدل، إن انحرف سلوكك وجاء من ينصحك على انفراد وقال لك اتق الله يا رجل، إذا أخذتك العزة بالإسم فهذا نوع من الشرك. نحن في أمس الحاجة إلى التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد قمة العلم. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لا تؤخذ بوسائل الإعلام، لا تؤخذ بالتهويل، لا تؤخذ بالتخويف، لا تؤخذ بالقوة التي لا تقهر. صنعت باخرة في مطلع هذا القرن، وكتب في نشرتها إن القدر لا يستطيع أن يغرقها، غرقت في أول رحلة لها. صنعت مركبة وسميت المتحدي، بعد 70 ثانية من إطلاقها أصبحت كتلة من اللهب. لا يمكن أن يدع الله متألها إلا يقسمه، لا يمكن، لا يمكن أن يدع الله متألها إلا يقسمه. العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما شيئا أذقته عذابي ولا أبالي. أول حل أن نعمق التوحيد، أن نعمق التوحيد. لا تلقي بالا إلى خبر ولا إلى تصريح ولا إلى تهديد إلا أن تكون موحدا لله الذي خلقك. منع أحدا عن أن ينهي حياتك، منع أحدا عن يأخذ رزقك. كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تخرب أجلا. أيها الإخوة الكرام، ثانيا،
لا بد من التوبة. التوبة والاستغفار والتسبيح. سيدنا علي وابن عباس رضي الله عنهما لهما قول: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. إذا عددت هذا الذي حصل بلاء للمسلمين، ما نزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بالتوبة. أول شيء وحد، ثاني شيء تب من كل ذنب، استغفر وتب، راجع حساباتك، اعمل جردا لما أنت عليه، لبيتك، لخروج زوجتك، لخروج بناتك، لكسب مالك، لإنفاق مالك. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. أيها الإخوة الكرام، الشيء الثالث العبادة والعمل الصالح. العبادة في الهرج كهجرة إلي، في زمن الفتن، في زمن المال الحرام، في زمن النساء الكاسيات العاريات، في زمن الكذب، في زمن يؤمن الخائن ويخون الأمين، في زمن يصدق الكاذب ويكذب الصادق، في زمن أن يوسد الأمر إلى غير أهله، في زمن أن ترى المطر قيظا والولد غيظا ويفيض اللئام فيضا ويغيظ الكرام غيظا، في زمن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. في زمن الفتن عبادة في الهرج كهجرة إلي. فأو إلى الكف. أين الكف اليوم؟ جامعك كفك، بيتك كفك، اعبد الله في بيتك، واعبد الله في جامعك، ودع الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة الكرام، عبادة متقنة، صلاة متقنة فيها إقبال على الله، صيام متقن، غض بصر، ضبط لسان، ترك الملهيات، ترك هذه المسلسلات، ترك هذه الشناعات التي لا ترضي الله عز وجل. كن مع القرآن، كن من أهل القرآن، كن من أحباب النبي العدنان. املأ ساحة شعورك بمشاعر القدس التي تأتيك من معرفة الله. أيها الإخوة الكرام، الشيء الرابع أن تشتغل بالشيء المثمر. هل لك عمل صالح؟ هل تستهلك وقتك استهلاكا أم تستثمره استثمارا؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أربع منجيات: أن تؤمن وأن تعمل صالحا وأن تدعو إلى الله، والدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف. هل نقلت هذا العلم إلى أخ لك؟ إلى صديق، إلى جار، إلى قريب، إلى زميل، إلى ابن، إلى زوجة؟ يقول عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث: الجهاد ذروة سنام الإسلام. وفي حديث آخر: من لم يجاهد ومن لم يحدث نفسه بالجهاد مات على ثلمة من النفاق. وفي قمة أنواع الجهاد: وجاهدهم به جهادا كبيرا. هل وسعت دائرة المعرفة بين الناس؟ هل تنامت حلقات الحق حتى حاصرت حلقات الباطل؟ أليس لك لسان تنطق به؟ ألم يقل لك النبي: بلغ عني ولو آية؟ يا أيها الإخوة الكرام، لا بد من انتفاضة بالمعنى الإسلامي، لا بد من أن ننتفض من واقعنا، من تواكلنا، من إهمالنا، من تقصيرنا، من كلمة لا تدقق، من كلمة هذا حالنا لا يخفى عليك يا رب، لا تعاملنا بعملنا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. أعرابي لم يتعلم شيئا قال له: عظني ولا تطل. قال له النبي الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: كفيت. فقال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل. أيها الإخوة الكرام، ترك التنازع والخلاف. التنازع والخلاف في صالح أعدائنا. نتعاون فيما اتفقنا، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا. نغلب مصلحة المسلمين على مصالحنا، نغلب هموم المسلمين على همومنا، نتعاون. أيها الإخوة الكرام، قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وصف الأعداء، قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فما قولكم إذا كان المسلمون كذلك. في اللقاءات مديح ما بعده مديح، وثناء ما بعده ثناء، وابتسامة عريضة، ومصافحة حميمة،
فإذا غاب عنك طعنت بعلمه، طعنت بتقواه، طعنت بصدقه وإخلاصه. نحن مفتتون، لذلك قال الله عز وجل: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قانون العداوة والبغضاء لها قانون، إذا نسي أحدنا حظا مما ذكر به وقع في عداوة مع أخيه. ما تحاب مؤمنان ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهم. أيها الإخوة الكرام، التفاؤل، لا تكن متشائما. يا أيها الإخوة، سأذكر لكم من السيرة شيئا. النبي عليه الصلاة والسلام وهو في أيام الهجرة، حينما كان دمه مهدورا، وحينما وضعت 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا، لمن يأتي به حيا أو ميتا، تبعه سراقة من أجل 100 ناقة. قال له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ هذا تعلمونه جميعا، لكن حللوه. يقول النبي: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ يعني يا رسول الله، إنك سوف تصل المدينة سالما. هذه ثقته بالله، وسوف ينشئ دولة في المدينة، وسوف يحارب أقوى دولة في العالم، وسوف ينتصر، وسوف تأتيه غنائم كسرى. ويا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ أرأيت إلى ثقة النبي بالله عز وجل؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهذا نوع من الزلزال، زلزال نفسي، خوف مهلع. وكل يوم خبر في تهديد رؤوس نووية، حاملات طائرات، كل يوم في خبر. وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. معركة الخندق عملية فرز. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. أنت مع الله في الرخاء وفي الشدة وفي التهديد وفي التمكين وفي الغنى وفي الفقر، وقبل الزواج وبعد الزواج، وفي حلك وفي سفرك، أنت مع الله. وما بدلوا تبديلا. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر يجب أن تستشعر مبادئ الأخوة بين المؤمنين. إنما المؤمنون إخوة في شتى بقاع الأرض. يجب أن تستشعر أن المؤمنين إخوة فيما بينهم. لذلك ينتج عن هذا أن يكون ولاؤك للمؤمنين، ألا تعين كافراً عليه، ألا تتملق كافراً وتتخلى عن المؤمنين. هذا إذا كنت مؤمناً، ولاؤك لجميع المؤمنين. فإن لم تجد في سلوكهم ما يؤكد كمال إيمانهم، اطلب من الله لهم نصراً تفضلياً. إن لم يستحق المؤمنون نصراً استحقاقياً، اطلب من الله لهم وادعوا الله عز وجل أن ينصرهم نصراً تفضلياً. قال تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. يجب أن يكون قلبك معهم، مشاعرك معهم، دعاؤك لهم، لأنهم مؤمنون، لأن آلاف النقاط تجمعك معهم. أيها الإخوة الكرام، ويجب أن تسعى لنجدتهم وتقديم العون لهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جهز غازياً فقد غزا، ومن خلف غازياً في أهله بخير فقد غزا. يجب أن تتعاطف معهم، وأن تواليهم، وأن تتمنى لهم النصر، وأن تدعو لهم، ويجب أن تسعى لحل مشكلاتهم فيما يتاح لك. أيها الإخوة الكرام، وينبغي ألا نقع في فخ ينصبه لنا أعداء المسلمين. مصلحتهم في تفريقنا، مصلحتهم في تأريس الخلافات بيننا. يجب أن ننسى كل خلاف لنكون صفاً واحداً، لأن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص.
أيها الإخوة الكرام، سمعت كلمة آلمتني أشد الألم. قالوا في بلاد الغرب هذا الذي حصل سنستفيد منه إلى أقصى درجة، خطط مرجأة إلى 10 أعوام قادمة بدأت تنفذ الآن. استفادوا من هذا الحدث؟ أيعقل أن يستفيد الشارد عن الله من حدث ونحن كمؤمنين لا ننتفع بهذا الحدث؟ إذا قالوا هناك سوف نستفيد من هذا الحدث إلى أقصى درجة، ونحن أيضا ينبغي أن نستفيد منه إلى أقصى درجة، أن نعود إلى الله، أن نحكم اتصالنا بالله، أن نتعاون، أن لا نتنازع. كما أنهم بدأوا ينفذون خططا مرجأة إلى 10 سنوات قادمة، جاءهم التبرير، جاءهم الغطاء، ونحن ينبغي كمؤمنين أن نستفيد من هذا الحدث فنتعاون، ينبغي أن نستفيد من هذا الحدث فنتوب إلى الله، ينبغي أن نستفيد من هذا الحدث فيحب بعضنا بعضا، أن نضع الدنيا تحت أقدامنا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يجب أن نوقن أن الله لن يتخلى عنا إطلاقا. أيها الإخوة الكرام، هذه النصائح السبع أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون في قلوبنا وفي عقولنا، وأن تترجم إلى سلوك نتعامل به. إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك العمر في المقال جنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. نحتاج إلى انتفاضة دينية، نحتاج إلى مراجعة للحسابات، نحتاج إلى إقامة الإسلام في بيوتنا جميعا. أنت مسلم وبيتك يجب أن يكون إسلاميا يتلى فيه القرآن. لا نسهر حتى الساعة الخامسة وراء أقنية المجاري. أقنية المجاري، كلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة، جفاف ما بعده جفاف، الأنهار كلها جافة، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية، رخص لحم النساء فغلى لحم الضأن، قل ماء الحياء فقل ماء السماء، اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة. العين تزني وزناها النظر، دققوا أيها الإخوة، العين تزني وزناها النظر. هذا الذي يرى على الشاشة الصغيرة ما لا يرضي الله، كيف يقبل على الله؟ كيف يصلي قيام الليل؟ كيف يذكر الله صباحا؟ أيها الإخوة، أقول لكم مرات عديدة، الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح، الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أيها الإخوة، حقيقتان أرددهما كثيرا ونحن اليوم في أمس الحاجة إليهما. أولا، لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله، ولكن اقلق ما إذا سمح الله لك أن تنصره أو لم يسمح. اقلق على نفسك فقط، لا تقلق على هذا الدين، إنه دين الله. ولعلك ترى إن شاء الله من خلال هذه الأحداث الرهيبة أن النتائج تعود أفضل مما كانت على هذا الدين، لأن الله عز وجل يقول ليظهره على الدين كله. قبل 50 عام ليس في الأرض كلها إنسان يحب أن يعرف ما الإسلام، أما الآن في القارات 5 هناك من يقول ما هذا الدين؟ ما هذا الدين؟ ما هذا الدين الذي وقف في وجه أعتى قوة في العالم؟ شيء لا يصدق. رب ضارة نافعة، لكل واقع حكمة. قد نجد بعد حين أن هناك نتائج إيجابية العقل لا يتصورها جاءت مما حدث. إن الذي وقع وقع بمشيئة الله وبإذن الله وبإرادة الله، والله سبحانه وتعالى يريد الخير للبشر. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. لم يقل بيدك الخير والشر، قال بيدك الخير. الشر المطلق
ليس له وجود في الكون. الشر المطلق يتناقض مع وجود الله أبدا. في شر نسبي في منظور الناس، شر نسبي، لكن الشر المطلق لا وجود له في الكون. أيها الإخوة الكرام، الفكرة الثانية أنه ينبغي ألا ينفرد الباطل بالساحة، ينبغي ألا ينفرد بالساحة، ولو أنها بؤرة صغيرة، ولو أنها مساحة صغيرة يتلى فيه الحق. لذلك كن داعية إلى الله، الدعوة إلى الله فرض عين. انقل الذي سمعته أو خذ شريطه وانقله، واسع دائرة الإيمان، واسع دائرة المعرفة، بصر الناس بواقعهم. لذلك من الأدعية التي أدعو بها أحياناً: اللهم إنا نعوذ بك من الجهل والوهم، اللهم انقلنا من ظلام الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. فيا أيها الأخ الكريم، راجع حساباتك. هذا الذي حدث ينبغي أن نستفيد منه إلى أقصى درجة، لا أن نسمح للطرف الآخر أن يستفيد منه، نحن أولى أن نستفيد منه. والحمد لله رب العالمين.